دوما وابدا نرحب بكم مشاهدي الكرام، مشاهدي القنوات السعوديه الرياضيه في برنامج قبل المواجهه. سنكون معكم باذن الله قبل كل مواجهه نتحدث فيها عن الرياضه السعوديه بشكل عام وعن الدوري السعودي وما سيكون في مواجهات كل جوله باذن الله، انا وزميلي وائل القحطاني. في هذه الجوله بالتحديد المباراه الابرز نتحدث عن الاتفاق والهلال او الهلال والاتفاق، وكذلك الرائد والتعاون والخليج والباطن. حياك وائل. حياك راشد، يعطيك العافيه، كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب السعودي بالف خير، كل عام وقيادتنا الحكيمه بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وايضا ولي العهد صاحب السمو الملك الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز وايضا سمو ولي العهد صاحب السمو الملك الامير محمد ابن سلمان، الذي نهنئهم بنجاح موسم حج 1437 وعوده جميع حجاج بيت الله الحرام الى بلادهم سالمين غانمين. الف مبروك، اعيد واكرر نجاح موسم حج. ايضا من خلال راشد يعني التوقف اللي صار الحمد لله عشنا فرحه كبيره، اولا والاهم نجاح موسم حج 1437، وايضا المنتخب السعودي على المستوى الرياضي فوزين متتاليين على منتخب تايلاند والعراق، يعني 27 يوم كانت الشعب السعودي 27 يوم فرحه. كل تاكيد كنا نتحدث عن المنتخب السعودي وهذه الفرحه اللي شاهدناها على محيى الجماهير السعوديه بعد المباراه، هي فرحه بكل تاكيد انتظرت منذ فترات طويله، خاصه في ظل تراجع مستوى المنتخب السعودي والكرة السعودية بشكل عام. أنا كنت متواجد في كوالالمبور في ماليزيا وشاهدت ردة الفعل الهستيرية بعد المباراة كانت من الجمهور السعودي. 6 نقاط بكل تأكيد ثمينة وتأتي في وقت ثمين، خاصة إن كنا نتحدث بأن هذه المشاركة العالمية غبنا عنها في تقريبا دورتين، وكانت هذه الدورتين بكل تأكيد لم نعتاد عليها، خاصة إن كنت أتحدث وجه الحديث لجيل الثمانينات لم نعتاد عليها، نتحدث عن 94 وكذلك 98 و2002، ومن ثم كانت 3 دورات متتالية ونغيب بهذه الطريقة، و2006 كذلك ونغيب أيضا بهذه الطريقة. الأفراح السعودية بإذن الله دوما ستكون متواجدة مستقبلا، نحن متفائلين بما يقدم في الكرة السعودية وكذلك نأمل بالمزيد في الفترة القادمة. خلينا نتحدث وائل اليوم عن ما يخص جولة اليوم والمباراة المنتظرة بين فريق الهلال والاتفاق، هذه المباراة التي اكتسبت السخونة من تصريحات مدرب الاتفاق، كنت تتحدث عنه يعني في جولات سابقة الفريق الاتفاقي لم يستطيع الفوز على الهلال في الدوري، سواء يعني مجرد تعادل كان 2-2 تقريبا في 2008-2009، لكن الانتصار الأول لم يسجل الاتفاق، نتحدث في الدوري بمفهومه الجديد لم يكن هناك انتصارا اتفاقيا في هذه المباراة. عندما يظهر المدرب أو رئيس النادي ويتحدث بأنه سيحقق انتصار ويلحق الهلال بالنصر، يعني بذلك بأن الفريق جاهز 100%. صدقوني لا يتحدث المدرب إلا بأنه شاهد ما لدى اللاعبين من عزيمة، كذلك الفريق الهلالي يجهز وبشكل كبير، وكذلك حديث ناصر الشمراني بأنه جاهز للمشاركة وكذلك هو سيبحثون عن الانتصار في كل مباراة. حديث المدرب الهلالي الآن نشاهده معكم. استغلنا فترة التوقف استغلال كويس، حاولنا ان نؤدي فيها تمارين اكثر اللي هي الناحيه اللي فيها الكوره اكثر، عدينا بشكل كويس، افتقدنا بعض الوقت لعيبه المنتخب، لكن استغلينا الوقت اكثر للتركيز على اللاعبين اللي كانوا متواجدين في الفتره الماضيه، لاعبين ايضا مهمين من ضمنهم اللي هو ناصر ايضا معنا الان، عدينا انفسنا عن طريق مباراتين وديتين اللي واحده فيها كانت خارج السعوديه، اعتقد انه استغلينا الوقت هذا باعداد كويس. ونعرف ايضا الان امامنا مباراه مهمه ضد خصم يعتبر خصم متطور وقوي اللي هو الاتفاق، لكن حنلعب بالمستوى اللي لابد ان يكون عليه الهلال دائما واللي هو حنلعب عشان نفوز. الجماهير الهلاليه اعتقد دائما يعني ما اوعدها بالذات انا اللي اكون حاضر، كل مباراه دائما اكون فيها حاضر. سواء انا حتى زملائي اللاعبين المستوى الجماعي.
الشيء الثاني اللي احنا نتمناه من الجمهور انه يكون كمان بكره حاضر داخل الملعب، ما ازرد الفريق لاخر دقيقه، لان احنا لسه في البدايه، البدايات لازم نحتاج وقفتهم معنا. ان شاء الله نقول بكره ثالث جوله في الدوري، فاتمنى الكل يوقف معانا سواء حتى على المستوى الاعلامي يعني، برضو النادي في حاجتكم، فاتمنى انه نكون يدينا في يد بعض باذن الله. اذا حتكلم عن الوقت الحاضر الان، فبنظرا للوقت الفتره الماضيه اللي عدينا فيها اعداد كويس، ناصر حاضر الان بفورمه عاليه جدا، ايضا كارلوس ادواردو ايضا حاضر بقوه، هم في الوقت الحالي اللي يعني يحظون بالافضليه مقابل الباقين، لكن ما يقلل من قوه وحضور كل المهاجمين او كل اللاعبين اللي يلعبون في الصفوف الاماميه، هم الاقرب من ناحيه الجاهزيه بالنسبه لي. في نفس الوقت لا ننسى ايضا اهميه لاعب ياسر في الفريق، وايضا اهميه لاعب بحجم ليو في الفريق اللي قاعد يتاقلم يوم ورا يوم على الستايل او اسلوب اللعب هنا في السعوديه، وما يعني ما فيها اي اشكال ان اخذ بعض الوقت في انه يتاقلم تدريجيا، لكن بالوقت الحالي احنا يعني بالاسبانيه نقول انه مهاجم شرس اشوفه الان هو في الوقت الحالي ناصر اللي هو الأقرب من ناحية الجاهزية. فكرتي هي دائما الفوز، سواء كان لاعب يمثل المنتخب أو إنه ما يمثل المنتخب، أنا دائما اللي أبني عليه هو اللاعبين اللي يستحقون المشاركة أو اللاعبين اللي هم في وضع أفضل في الوقت الحالي هم اللي حيحظون المشاركة. أيضا أبني على أدائهم الأخير في آخر مباريات لهم، وأبني على هذا الشيء بالقرارات، لكن دائما أبني كل شيء على أني أفوز يعني بأفضل مجموعة ممكنة. يمثل المنتخب أو لا يمثل المنتخب، اللاعب الجاهز هو من يشارك. مدرب المنتخب بالتالي يتحدث بأن سواء مثل فريقه او لم يمثل فريقه سيختار اللاعب اللي يراه مناسب، هي اراء مدربين وايد. بالتاكيد راشد، يعني مباراه الهلال والاتفاق دائما ما يمتعون الفريقين. الاتفاق الذي غاب موسمين يعني من خلال فقدناه في دوري الممتاز، ها هو يعود مره اخرى. نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه قويه. مباراه الاتفاق يمكن اعلن التحدي من قبل بدايه اجازه عيد الاضحى. عندي يعني نقطه في طلب حكام الاجانب. الحين الجمهور لما الفريق او فريقه يطلب حكام اجانب، دائما طلب الحكام الاجانب يعني يكون فيها بدايه للتصريحات وبدايه للاخذ والعطاء والشد والجذب ما بين الجماهير، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي. طلب الحكام الاجانب انا اشوفه من حق كل فريق ان يطلب حكام اجانب من خلال ما توفره الاتحاد السعودي لخمس مباريات للفريق الواحد. اللي انا مستغرب ان الاتفاق طلب حكام الاجانب على ارض الهلال في مباراه هذا اليوم، لكن ان شاء الله نشوف مباراه حلوه ما بين الفريقين. الاتفاق استعداد جيد طبعا لمباراه اليوم الهلال، طبعا عندها ابرز اللاعبين اللي يعني نقول وقع معهم يوسف السالم اللي بيلعب اول مباراه ضد فريق السابق فريق الهلال، ايضا محمد كنو الى الان هو ما ادري هو بيلعب او لا، لان فيه طلع كلام يعني كثير عن غياب كنو عن مباراه اليوم، وليوناردو الفس ايضا المحترف الاتفاقي في هذا في تشكيله اليوم. يعني خلينا نشوف يعني موقعة الفريقين في خلال ترتيب الدوري. نتكلم عن الهلال، لعب مباراتين راشد، فاز في مباراتين، له 4 أهداف ولم يستقبل المرمى هدف، هذا دليل على قوة الفريق الهلالي راشد في الدفاع في الخط الخلفي. يعني يمكن اليوم يعاني الاتفاق بكل تأكيد، لكن في المقابل في الجهة الهجومية بالنسبة للفريق الهلالي لم يكن هناك رضا تام، خاصة على المحترف الأجنبي ليو، وحديث المدرب ربما يكون هو حديث أمل للمستقبل وكذلك تحفيز للاعب وكذلك التريث من الجماهير الهلالية. لكن دائما نقول بأن اللاعب الهداف دائما ما كان موجود يجب أن يشارك وبشكل عادل. ناصر الشمراني يقدم مستويات جدا ممتازة، لكن يبقى للمدربين آرائهم في المقدمة. المدرب الآن مؤمن بأن ناصر الشمراني هو المهاجم
الأجهز والمهاجم الأول في الفريق. خلال تصريحه ذكر أن ناصر هو الأجهز، إنه قال أن ليو برضو يحتاج فترة، لكن في بعض الأحيان الجمهور يحكم من أول مباراة أو ثاني مباراة للاعب. هو جمهور عاطفي ترى عندك في السعودية، وكذلك بعض الجماهير يبان يعني ينتظرون إلى مباريات قادمة. لكن كنا نتحدث مثلا مسيرة ويلهامسون اللي يسجل أكبر معدل أهداف الفريق الاتفاقي، سجل 5 أهداف وهو بين الفريقين، وهو هداف الفريقين ب5 أهداف، لم يظهر إلا بعد عدة جولات وقدم مستويات بشكل كبير. عاتبوا الجمهور كثير بكل تأكيد في البداية، لكن شوف على فكرة صدقني هناك لاعب يبان لك أن لديه شيء من أول مباراة أو ثاني مباراة، لكن يحتاج إلى الانتظار. هناك لاعب من أول مباراة ثانية مباراة لا تنتظر. طبعا أنت ما شاء الله راشد تقولها من خبرة أنك كنت لاعب أنت. طيب طبعا هي بكل تأكيد يعني شاركت في هذه الأندية، لكن هذا الأمر بكل تأكيد واضح للجماهير. الجماهير الآن أصبحت واعية وتشاهد كرة القدم بشكل واقعي وتحلل بشكل منطقي. كرة القدم لم تعد تلك الكرة المخفية لها مختصينها، لكن الجمهور بدأ يشاهد الدوريات الأوروبية، بدأ يشاهد الاستديوهات التحليلية، يستوعب ما يحدث داخل أرضية الملعب. بس لازال الجمهور راشد جمهور عاطفي، يعني يحكم على زي ما قلت يحكم على اللاعب من أول جولة جولتين. يعني شوف لما نذكر كينيدي لاعب النصر في مواسم سابقة، عندما أتى النصر قاعد موسم كامل لم يقدم أي شيء، في الموسم اللي بعده كان هو الهدف. فيعني الجمهور لابد أن يصبر، لابد أن ينتظر شوي، يعني لازم ينتظر على اللاعب، خصوصا أن عندنا الآن ما شاء الله كمية أموال تدفع على لاعبين، وبالتالي يعني مستحيل أن يجيك رئيس نادي يأخذ لاعب يقول لك أنه طبعا من خلال التواصل الاجتماعي يقول لك الجمهور الآن أن اللاعب يجي من خلال مقاطع الفيديو. لا، رئيس النادي مستحيل أن يوقع مع لاعب من خلال مقاطع فيديو. أكيد أنه كان في متابعة، فيه آراء، فيه اقتراحات من قبل مستشارين الخاصين، من قبل أيضا المدرب اللي بيوقع معه من خلال بداية موسم. احنا في بداية موسم، ليو لازال لديه الكثير حسب يعني آراء المدرب، حسب ما قال المدرب انه يحتاج فترة حتى يعني يندمج مع الفريق ويعني يتفاهم مع لاعبين الوسط وأيضا الفريق الهلالي. تفضل. جميل. حديث ناصر الشمراني الآن. إيه؟ لما يطلع ناصر ويحشد الجماهير وكذلك يدعوهم للحضور، وجمهور الهلال ما يحتاج دعوة كما هي جماهير الأندية الكبيرة، ويطلع مدرب الاتفاق ويتحدث بتصريح بأنه سيلحق الخسارة بالهلال كما فعلها في النصر، أو سيلحق الهلال بالنصر بنصا، كذلك حديث رئيس الاتفاق خالد الدبل نفس الحديث، هذه مؤشرات مباراة قوية. لا يعني من ناحية الحضور الجماهيري وكذلك أرضية الميدان، هل تتوقع بنشاهد مباراة قوية جدا اليوم؟ والله شوف الهلال والاتفاق دائما مبارياتهم قوية، يعني دائما مبارياتهم قوية. يعني شوف جميل بالقاسم ترى ما تحدث بهذا التصريح إلا أنه انتصر وعلى الفريق النصر، وأيضا يعني عارف بإمكانيات لاعبينا، واثق بإمكانيات لاعبينا، وعارف أنه راح يقدم مباراة جميلة وكبيرة قدام أمام فريق كبير الفريق الهلالي. لكن خلنا نشوف راشد معك ومع الجمهور لقاء اللاعبين أو المؤتمر الصحفي لمدرب الاتفاق جميل بالقاسم وأيضا اللاعب جمعان الدوسري، ماذا قاله في المؤتمر؟ مهمة كما المقابلات اللي سبقوها، جيت فترة توقف هذه الحق ما تستغلينا على أحسن ما يرام. صحيح ما مش كون عنا تحضير خاص المباراة هذه، احنا مباراة في الدوري كما كل المقابلات رغم أهميتها. إن شاء الله معنا اللاعبين متاعنا يكونوا في يومهم، إن شاء الله يكونوا جاهزين، نعرفوا قيمة المنافسة. صحيح معناتها فريق الهلال معناتها حسب 2 مباراة الأولين ما هوش في أحسن حالاته، شفته بصراحة ثم نقاط قوة نقاط ضعف، إن شاء الله اللاعبين يكونوا مضبطين، إن شاء الله الحضور الذهني يكون معناها موجود في المباراة، إن شاء الله الأخطاء تنقص وقاعدة تنقص مباراة المباراة.
مباراة إن شاء الله نقدم مباراة جميلة. أنا عندي ثقة في اللاعبين اللي مش يأمنوا بحظوظهم ومش ينافسوا، وإن شاء الله معناه في الأخر معناه الأجدر هو اللي يفوز إن شاء الله. إحنا هذا هو معناته أهمنا، إحنا المهم الفريق متاعنا يتطور من أسبوع لأسبوع، المباراة المباراة. إذا كان الفريق يتطور نتائج تبع، كما قلت لك إحنا ما هيش مشكلتنا مباراة هذه، إحنا الفريق متاعنا المهم معناته نبنيه فريق اللي نحسوا به قاعد يتطور وقاعد يتقدم في كل النواحي سواء بدنيا ولا فنيا، وكما النتائج تبع الحمد لله معناتها هون يرجع زاد الانضباط اللاعبين، وقوف الاداره نتاعنا، احنا كلنا كاطار فني ولا اطار طبي معناها قاعدين نعطيو كل ما عندنا، واللاعبين بصراحه معناها قاعدين يقبلوا، قاعدين مستعدين معناها باش يضحيوا باش يتعبوا. المنافسة ما يسهل في دوري جميل، لازم برشا عمل، وإن شاء الله العمل هذا إن شاء الله يأتي معناتها الثمرة نتاعه معناتها قريب إن شاء الله. وأكيد مباراة الهلال مباراة صعبة، يعني خارج أرضنا على أرض الهلال وتكون صعبة، لكن محضرين لها تحضير طيب، نحاول نطلع بالمستوى اللي طلعناه قدام الأهلي والنصر، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونجيب 3 نقاط. هو أكيد التعادل بيخف، بس يعني رايحين إنه مو التعادل، رايحين على 3 نقاط، إن شاء الله ربي يوفقنا. والله بالعكس وجود كوفي وبوبا يعني كل اللعيبة يعني يكون في تنافس وإفادة يعني للاعب، إن شاء الله اللي يبرز ويكون الأفضل هو اللي يلعب. طبعا الاتفاق جاهز باذن الله، سواء من خلال المباريات الثلاث الوديه اللي خاضها في خلال فتره التوقف، او ايضا حتى لانهاء الجوله الثانيه بالفوز على النصر، وهو فوز ايضا بقدر ما هو ثمين نقطيا هو فوز معنوي قبل مواجهه الهلال. المواجهه لا شك صعبه، صعوبه تكمن انت تتقابل مع فريق مرشح هو احد ثلاثه ممكن مرشحين للفوز ببطوله الدوري، أضف إلى هذا أنه الهلال يلعب على أرضه بين جمهوره بكل هذه السمعة. لكن أيضا أعتقد أنه الاتفاق بما يملك من لاعبين سواء أصحاب خبرة أو أيضا لاعبين شباب مهاريين، بما يملك من زخم جماهيري وأيضا زخم ودعم إداري، هو قادر على إحداث نتيجة إيجابية. أتكلم عن نتيجة إيجابية، قادر الاتفاق على الفوز، قادر أن يعود بنقطة التعادل، وأيضا الهزيمة يعني موجودة، لأن باعتبار أن المباراة مفتوحة على كل السيناريوهات، لكن الفريق ذاهب للرياض من أجل إحضار 3 نقاط. شوف مثل هذا الجدول سلاح ذو حدين، يعني لا شك أنه من الصعوبة أن تواجه أحد أهم 3 مرشحين بالفوز باللقب في أول 3 مباريات، لكن أيضا حينما تأتي لتنظر للأمور من زاوية أخرى، أنت سترتاح بعد 3 المباريات التي تخوضها، ستواجه إما الفرق التي تنافسك أو الأقل منك في القدرات الفنية. لكن بالفعل كلامك عبد العزيز صحيح، أنه قد تأتي الأحكام مستعجلة لأنك قد تخسر في هذه 3 مباريات، لكن أعتقد أن الاتفاق حقق على الأقل المطلوب بإحراز 3 نقاط في مواجهة النصر، ونتمنى بالفعل أن تنتهي 3 مباريات بأكثر من 3 نقاط بالعودة من الرياض بالفوز، أو على أقل تقدير بنقطة التعادل. شوف عزيز، مسؤولية تطوير الحكم الأجنبي ليست مسؤولية الأندية، هذه مسؤولية الاتحاد السعودي ومسؤولية لجنة الحكام. لا يطالب من الأندية أن تعمل على منح الثقة، الثقة تنتزع ولا تمنح، لا يمكن أن النادي يمنحك الثقة أو ينزع منك الثقة، أنت من تمدح نفسك أو تنزعها من نفسك بأدائك، مستواك، ببرامجك، بكل ذلك. بالنسبة لطلب الاتفاق الحكم الأجنبي، هو حق مشروع، رأى أن مثل هذه المواجهات تتطلب حكم أجنبي لا تقبل أي خطأ. البعض يفسر أنها أمام الهلال، لا، طلبنا الحكم الأجنبي أمام الهلال، وقد نطلبها أمام الاتحاد، وقد نطلبها أمام النصر، وقد نطلبها أمام الأهلي، وقد نطلب حتى أمام الباطن أو الخليج. متى ما رأينا أننا نريد الحكم الأجنبي سنطلبه. نحن بعيدين عن كل التفسيرات، من معركة التجاذب بين النصراويين والهلاليين لا تعنينا، سنطلب الحكم متى وجدنا أن مطلب هذا الحكم لمصلحة نادي الاتفاق. طبعا عقوبة محمد كنو عقوبة منصوصة في اللائحة، يعني ليس عقوبة انتقامية وليست عقوبة مغلظة، هي عقوبة منصوص عليها. محمد كنو لأنه أخطأ ولأنه لاعب خلوق ومؤدب بادر إلى الاعتذار، لكن الاعتذار لم يغير في واقع العقوبة الانضباطية شيء. محمد يطبق الآن فترة العقوبة المنصوص عليها لمدة شهر بأداء التدريبات الانفرادية، متى ما انتهت، وأيضا مفتوح الأمر للجهاز الإداري والفني أن يقدموا تقريرهم، لكن حتى اللحظة وأنت تكلمني
محمد كنو سيخضع للعقوبة حتى نهاية الفترة المقررة. شكرا زميلنا عبد العزيز البطاح الذي خرج لنا بهذه اللقاءات من خلال المدرب حديث جميل القاسم وايضا عبد الكابتن جمعان الدوسري وايضا الاستاذ محمد الشيخي الذي تحدث عن لماذا طلب الاتفاق حكام اجانب. طبعا في تصريح ظهر فيه خالد الدبل انه ذكر برئيس نادي الاتفاق ذكر بان كثره الاخطاء التحكيميه هي ايضا من خلت نادي الاتفاق ان يطلب حكام اجانب. طبعا كان حديث جميل راشد من خلال يعني حديث بواقعية للمدرب جميل بقاسم عن جاهزية فريقه لمقابلة فريق الهلال. بكل تأكيد تأتي من انتصار من الفريق النصراوي وبمستوى كان جدا ممتاز، هذا يعطي دافع للاعبين وللفريق بأنه سيقدم الأفضل في الجولات القادمة. البداية كانت محبطة بكل تأكيد للجمهور الاتفاقي بأن يخسر بأربعة أهداف من فريق أهلاوي. بكل تأكيد فريق أهلاوي فريق كبير وهو حامل اللقب، لكن النتيجة كانت قاسية على الفريق الاتفاقي بعد عودة من دوري الدرجة الأولى. مباراة النصر أعطت دافع للفريق الاتفاقي بأن يقدم الأفضل الفترة القادمة، لكن يبقى لأرضية الميدان رأي آخر بكل تأكيد. خلينا نتكلم بأن الشركة الراعية لفريق الهلال اليوم قدمت 500 أو 5000 تذكرة للجمهور الهلالي وزعت عند البوابة الرابعة، وكذلك هذا أمر تحفيز للجمهور الهلالي وحديث ناصر الشمراني وحديث مدرب الاتفاق وحديث مدرب الهلال، كل ذلك يؤشر إلى بأن المباراة ستكون مباراة جماهيرية وقوية مساء اليوم إن شاء الله. راشد، عندما يطلب اللاعب حضور الجماهير يقول لك بعضهم يقول لك والله الجمهور يمكن يسبب ضغط على اللاعب. الان ناصر الشمراني نجم الهلالي ونجم المنتخب سابقا طبعا في التصريح في المؤتمر الصحفي ذكر انه نطلب دعم حضور الجماهير، نطلب الجماهير الحضور، لكن عندنا احنا في الشارع الرياضي هنا الجمهور مع توفر جميع المميزات والاستراحات يقول لك انا اجلس في مكيف واجلس في غرفه مغلقه افضل من اني انا احضر للملعب وفي اجواء يعني يمكن حاره ويمكن بعد غياب بعض يعني المميزات للجمهور الرياضي. والله ما تلومهم، لا يمكن انك تلوم الجمهور. اذا كانت بيئه الملاعب جاهزه لان يحضر الجماهير في وقت معين وبشكل منظم وشهدت كل شيء يساعد على الحضور سواء من فعاليات قبل المباراة أو من أماكن يرتادها الجماهير قبل بداية اللقاء، أنا والله ما عندي مشكلة بحضر الملعب، لكن والله بالطريقة إلى هي في تحسن بكل تأكيد، لكن بهذه الطريقة لا يمكن أن يكون محفز إلا الفريق نفسه. أنا أحضر لفريقي هذا أكبر تحفيز، لكن أكثر من ذلك لا يمكن أن يحدث. إذا كنت تتحدث في بعض الملاعب ترى تتكلم نهائيا لا يوجد تجهيزات قبل المباراة، أحضر قبل المباراة بثلاث ساعات وأحجز أي مقعد ولازم أكون موجود في مقعدي إلى بداية المباراة لكي لا يحل من قبل أحد الجماهير، فهذا أمر جدا متعب. أصبح الآن الموضوع أسهل لي أني أجلس مثل ما ذكرت في كوفي أو أي مكان وأشاهد المباراة، وبالعكس فيها إعادات وفيها تعليق وفيها التحفيز لبيئة الملاعب هو مطلب الرئاسة العامة أو الهيئة العامة للرياضة قادمة بخطوات كبيرة. وشاهدنا أيضا التقرير اللي أدوه اللجنة حول تحسين الملاعب في الفترة القادمة، بإذن الله نشاهد أمر يحفز الجماهير للحضور. أنا واحد مع الجمهور، أنا واحد مع الجمهور، شاهدت في من خلال العمل الميداني كيف يعاني الجمهور خاصة في المباريات الكبيرة في حضوره بوقت مبكر، الأجواء لا تساعد خاصة مثل هذه الأجواء اللي نمر فيها في الفترة الحالية. دائما ما كانت إذا ما كانت البيئة مناسبة للحضور صدقني راح يكون الحضور بشكل أفضل في الفترة القادمة. المحفز الأكبر للجمهور الآن هو الفريق، ومتى ما ايضا تراجعت مستويات الفرق لن يكون هناك حضور جماهيري
أساسا. المنتخب السعودي في فترات سابقة كان الحضور الجماهيري قليل، وكانت مبارياتنا تقام في الرياض لكن الحضور كان قليل. الحشد الإعلامي والحشد الجماهيري أعاد الجمهور. نتائج المنتخب بإذن الله ستعيد الجماهير إلى المدرجات. كل الأمور وكل المعطيات دائما إذا ما كانت متواجدة النتائج دائما ما تكون إيجابية، عكس ذلك لن نشاهد نتائج سواء على المدرج أو داخل الملعب. راشد، الهلال والاتفاق كيف تشوفها؟ الهلال والاتفاق طبعا بنطلع وقت متأخر من الاستوديو، فما يمدينا طبعا نشوفها إلا من خلال الشاشة. وأنا ما أشجع لا هلال ولا اتفاق ولا اتحاد ولا نصر ولا شباب، بذلك يعني دائما أفضل أن أحضر المباراة للمتعة. الهلال والاتفاق إن شاء الله نشوفها مباراة حلوة، دائما ما عودونا عليها. خلينا نتحدث عن اللقاء اليوم والديربي المرتقب، وهو ترى مباريات اليوم مباريات قوية، عودة قوية للجولة. القصيم بين الرائد والتعاون أو التعاون والرائد، هذا الديربي اللي يكتسب خاصية بالنسبة لمنطقة القصيم نظرا للتنافس التاريخي بين الفريقين. هذا الديربي دعني أطلق عليه بأنه ديربي مجنون. يعني حضرت في ديربيات كانت مثلا الهلال والنصر أو الأهلي والاتحاد، فنيا ممتازة جماهيريا ممتازة، لكن ديربي التعاون والرائد أو الرائد والتعاون دائما ما يكون له طابع خاص بين الجماهير وبين أيضا إدارات الأندية وكذلك اللاعبين. سنشاهد اليوم مباراة بكل تأكيد يعني العامل النفسي سيلعب فيها أمر، سيلعب فيها بشكل كبير. كنا نتحدث بأن مستويات التعاون ليست هي كالعام، وكذلك مستويات الرائد يقدمون فيها أو يقدم الرائد في هذا الموسم مستوى جدا ممتاز من خلال الجولتين الأولى. هل تنقلب الطاولة بعد النتائج اللي كانت في العام؟ هذا ما سنشاهده في هذا المساء في ديربي القصيم. البداية وكان هناك مؤشرات كبيرة إعلامية، نتحدث لا نتحدث منها رسمية، إعلامية مؤشرات كبيرة بأن هذه المباراة ستكون المقصلة لمدرب التعاون في حال الخسارة. لا نتحدث بشكل رسمي ولا نتحدث بشكل، الجماهير أكيد أنهم سيطالبون بالإقالة، لكن نتحدث لا بشكل رسمي، نتحدث بشكل آراء إعلامية، توقعات إعلامية، خاصة بأن الفريق التعاوني تعودنا عليه في المواسم الماضية يقدم كرة ممتازة وكذلك مستويات جدا ممتازة على أرضية الميدان. وائل، هذه المباراة هل ترى بأنها خارج الملعب أكثر مما هي داخل الملعب؟ نتكلم إعلاميا وجماهيريا. شوف الرائد والتعاون سبحان الله، جمهور الرائد والتعاون يعني حتى في الحضور ما يميز هذا الديربي حضورهم بشكل مكثف دائما في مبارياتهم، سواء أجواء حارة سواء أجواء باردة أمطار، متواجدين الجماهير الرائد والتعاون. لكن خلينا نشوف التقرير واللقاءات اللي ما قبل ديربي القصيم، ثم نعود مشاهدينا الكرام لمتابعة ما تبقى من حلقة برنامج قبل المواجهة. تعرف مباراة التعاون مباراة ديربي تحتاج إلى استعدادات خاصة. احنا الحمد لله يعني لعبنا مباراة ودية في فترة التوقف مع أشقائنا في نادي الشعلة، كانت نتيجة جميلة جدا بالنسبة لنا وسجل لا والحمد لله الرائد في الفترة الأخيرة رتم الفوز عنده عالي، أتمنى أن يستمر إن شاء الله إلى نهاية الدوري. والله لفريق الرائد لا، لأن الرائد مواصل انتصاراته وتمنينا أنه ما تكون في فترة توقف، لكن بكل تأكيد عملنا حسابنا لهذه الفترة والحمد لله إن شاء الله بإذن الله أن يكون استعدادنا في الفترة يعني أدي ثماره في مباراة الديربي إن شاء الله. هل هيئة اللاعبين لمباراة الديربي يعني تختلف عن المباريات الأخرى؟ هي ثلاث نقاط من ضمن دوري، ولكن بكل تأكيد الديربي يختلف في كله استعدادات، حتى لو حاولنا انه يكون له استعدادات زي المباراه ما نستطيع، لابد ان يكون له استعدادات خاصه
والحمد لله فريقنا يعني غلبهم ما شاء الله كباتن ولعيبة كبار، فلن يؤثر عليهم الضغط الإعلامي الخاص بالدربي. هل في مكافآت لمباراة التعاون؟ هي عندنا لائحة بكل تأكيد نبي تطبق في بالنسبة للمكافآت، لكن إذا أعطونا نجومنا أشياء يعني مختلفة ومستوى مختلف ونتيجة طيبة بكل تأكيد بتكون المكافأة مختلفة. استعدادنا زي المباراة، المدرب محضر المباراة هذه تحضير جيد، الحمد لله ما في إصابات، وكانت في أخطاء في مباراتنا السابقة اللي هي مباراة الوحدة، ومدرب صحح الأخطاء، والحمد لله إن شاء الله نطلع بمستوى النتيجة إن شاء الله مع إخواننا نادي التعاون إن شاء الله. المباراة الجاية مباراة التعاون هل تختلف عن المباريات الأخرى؟ والله يعني بحكم انها ديربي. والله شوف في مباراة ثلاث نقاط صراحة، يعني سواء التعاون أو أي فريق ثلاث نقاط، احنا داخلين كل مباراة كيف ناخذ ثلاث نقاط هذا الأهم، بغض النظر أنها ديربي أو أنها مباراة قوية أو فريق أنها أقل منا، أهم شيء أنها ثلاث نقاط إن شاء الله قادرين إن شاء الله نجيبها بإذن الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله استعداد زي كل مباراة، استعدادنا يعني مستعدين مباراة هذه، يعني هي مباراة في الدور سلسلة في الدوري، يعني أهم شيء عندنا ثلاث نقاط. كابتن محمد، يعني فترة التوقف هل مفيدة للنادي الرايد؟ والله شوف احنا مشينا كويس، يعني هزمنا مباراة فزنا مباراة، كل ماشي في رتم معين ماشيين كويس، بس فترة توقف في يعني مشاركات المنتخب وذا عشان وقف الدور كذا، يعني بالنسبة لنا ما هي كويسة، يعني كان المفروض له الدور استمر وهذا كان لنا كان فائدة وكان مرة نستفيد أكثر. أتحدث بأنها ثلاث نقاط، وأنا أتحدث عن واقع تجربة مباريات الديربي ليست هي ثلاث نقاط بالنسبة للاعبين. هناك حديث إعلامي، هناك أمر واقعي. الأمر الواقعي هو ليست ثلاث نقاط، هي مباراة ست نقاط، خاصة أن كنا نتحدث بأنه سيكسبون بكل تأكيد ثقة الجماهير والإدارة وكذلك الثلاث نقاط التي تكون في الدوري. هناك أمر آخر أيضا، بكل تأكيد في أي نادي هناك لائحة للمكافآت للاعبين في حال الانتصار وفي حال التعادل أيا كانت المباراة، لكن هناك مباريات تكسر فيها القاعدة تماما سواء من أعضاء شرف أو من إدارة الأندية نظير قوة هذا اللقاء. هي ثلاث نقاط بكل تأكيد كما تحدث اللاعبين، لكن تأثيرها النفسي في حال الخسارة أو الفوز أمر إيجابي جدا للفريق متى ما انتصر، وأمر أيضا سلبي جدا للفريق متى ما خسر، سواء من ردة فعل الجماهير أو إعلام أو حتى بالمحيطين بالنادي. لذلك هي مباراة لها طابع خاص ومختلف. وايد بالتأكيد عندما تصد إدارة التعاون يعني 20,000 ريال مكافأة لكل لاعب، هذه بالذات هي يعني دفعة للاعب أن يقدم كل ما لديه في من خلال هذه المباراة. هي مباراة ديربي ليست فقط كما ذكر راشد زميلي راشد بأنها ثلاث نقاط، هي بالتأكيد دفعة معنوية أيضا للاعب عندما ينتصر على فريق منافس له وفي نفس المنطقة. عندما نشاهد مباريات النصر والهلال أو الهلال والنصر، الاتحاد والأهلي أو الأهلي والاتحاد، أيضا ديربي القصيم الرائد والتعاون، التعاون أو التعاون والرائد، راشد التعاون 20,000 ريال لكل لاعب، هي بالتأكيد ليست ثلاث نقاط. إذن المادة مهمة في الفترة الحالية، بكل تأكيد الأمر النفسي قبل مباراة مهم لأي لاعب، لكن في الفترة الأخيرة أصبحت المادة أيضا من العوامل اللي تشحن اللاعبين بشكل كبير. كنا نتحدث عن مكافأة مادية وكذلك تحفيز نفسي، سيكون الأمر مختلف. نادي التعاون بحاجة للثلاث نقاط، لذلك هو يرصد هذا المبلغ. إذا كنا نتحدث منه يعود من بداية متعثرة جدا، ستكون انطلاقته القوية والأكبر في هذه المباراة أمام الغريم التقليدي. الثلاث نقاط للتعاون جدا مهمة في هذه المباراة، لذلك 20,000 ليست مستغربة أن تكون لكل لاعب. التعاون هالموسم راشد اختلف كلي عن ما يعني شاهدناه في الموسم السابق. اليوم التعاون سيشارك في دوري أبطال آسيا،
من خلال المستوى اللي قدمه الجولتين الماضيتين لا يبشر بخير لمحبيه وعشاق نادي التعاون. ماذا سيقدم في أبطال آسيا عندما يلاقي الفرق الكبيرة، الفرق التي لديها الجاهزية الكبرى لمثل هذه البطولة، البطولة الأهم من خلال مستويات الأندية على مستوى الأندية، يعني بطولة دوري أبطال آسيا. الآن نشاهد التعاون هو في المركز 13 بنقاطه، صفر من النقاط، لعب 2 وخسر مباراتين وسيشارك في أبطال آسيا. أنا أتوقع أن التعاون هالموسم راح يكون غير التعاون الموسم السابق. عبد المجيد الرويلي رحل، مدرب قوميز رحل. يمكن ما كان يميز التعاون هو وجود مدرب عرف كيف يوظف لاعبينه حسب إمكانياتهم، وشاهدنا التعاون في الموسم السابق كيف كان التعاون يلعب أمام الفرق الكبيرة. يعني يمكن بعض الفرق تحاول أن تغلق المساحات أو تلعب على الهجمات المرتدة، التعاون لا، كان من بداية المباراة هو يفتح اللعب أمام الفرق الكبيرة. لكل فريق طريقته في استعداده لبداية الموسم. من المؤكد بأن الفريق التعاوني لن يكون بالموسم كمستوى الموسم الماضي بعد التغيير الفني وتغيير أيضا جذري في اللاعبين، أسماء جدا مهمة وكبيرة تغيب عن فريق التعاوني في هذا الموسم. المدرب لا يمكن أيضا الحكم عليها من خلال المباراتين، ربما نشاهد أيضا مستوى أفضل من الموسم الماضي للتعاون إذا ما كان الأمر تصاعدي. نشاهدنا جولتين وثم فترة توقف، هذه الفترة التوقف ستلقي بظلالها على الفريق التعاوني بكل تأكيد إيجابيا أو سلبيا، لكن الأقرب أنها راح تكون إيجابيا. الحكم على المدرب بكل تأكيد لا يأتي بعد الجولة الثانية. في أندية طبعا من الجولة الأولى يعني روحت المدرب، هل هي قناعة من مباراة واحدة؟ هل هم شاهدوا شيء في المعسكر، طريقة إعداده للمعسكر ما كانوا مقتنعين وانتظروا النتائج؟ لكن من الجولة الأولى المدرب أخذ شناطه ومشى. الخليج عندك بكل تأكيد، الخليج يعني عاد مدرب السابق للواجهة ولإدارة الفريق، ويحاولون إعادة الفريق للاتزان كما هو حديث المدرب. طبعا وصلت لتشكيلة التعاون تبي أذكرها زميل راشد، فهد الشمري في حراسة المرمى، نايف موسى، طلال عيسى، ريكاردو ماتشادو، عبد الرحمن الشمري في اليسار، ساندرو مانويل في خط الوسط، عبد العزيز الشريد وسعيد الدوسري وأحمد الزين وجهاد الحسين ومنير الحمداوي في خط الهجوم. يعني في الاحتياط طبعا سلطان غامدي، محمود معاذ، ساري عمرو، عبد الله كنو، وإبراهيم الطلحي. إبراهيم الطلحي قدم، كان له في مباراة في الموسم الماضي في المباراة الأولى كان العين عليه، قدم مستوى جميل لكنها جاه إصابة بالرباط واختفى وغاب عن الموسم الماضي، هذا يعود مرة أخرى من خلال هذا الموسم. أيضا مصعب العتيبي وصقر طيف. هذه تشكيلة التعاون، تشكيلة الرائد، شريفي في حراسة المرمى، في خط الدفاع المولد من اليمين لليسار سياف، أدريانو والعمري وأمورا والشريف في خط الارتكاز المحور، القحطاني وجلمار والسوادي في خط أو خلف المهاجم إسماعيل، قامة الاحتياط مصعب شرحيلي، أحمد الحبيب، فارس العياف، أيمن فتيني، وعبد الرحيم جيزاوي، وطلال الشمالي، وصالح الشهري. يعني على الورق 4-5-1 لاعب سيلعب الرائد في مباراة اليوم، وأيضا التعاون نفس التشكيلة يعني 4-5-1. 4-5-1 هي الطريقة الأسلم لأي مدرب. قولي ليش وايد في الديربي دائم؟ لأي مدرب له طريقة لعب، لكن 4-5-1 دائما ما يبحثون عن السيطرة على وسط الملعب. بهذه الطريقة أنا أستطيع أن أسيطر على وسط الملعب، إذا سيطرت على وسط الملعب سيطرت على المباراة. الأهم أن لا يأتي في مرماي هدف، لن أبحث عن التسجيل إلا بالطريقة الهجومية في حال الهجمة. لكن بشكل عام هي خطة متوازنة يبحث عنها أي مدرب في المباريات الكبيرة، لا يمكن أن يجازف بمهاجمين إلا مدرب واثق بإمكانياته، واثق بإمكانيات لاعبينه، أو طريقة 4-4-3 مثلا لا يمكن أن يجازف فيها إلا مدرب واثق بإمكانياته. هذه الخطة دائما ما تكون هي خطة متوازنة لأي مدرب يبحث فيها عن السلامة من المباراة داخل الملعب. وطريقة التشكيل هنا لا، هنا يفرق الموضوع، كيف تحركات اللاعبين في حال الهجمة، كيف تحركات اللاعبين في حال الدفاع والإسناد الدفاعي من الوسط أو من المحاور،
هنا الامر يعود لتكتيك كل مدرب قبل المباراة، هل هي ستكون كرات أرضية أم كرات طويلة، ماذا سيعتمد عليه؟ بالتأكيد هذه التفاصيل تعود للمدرب. الآن نشاهد لقاءات للاعبين التعاون ثم نعود لكم. هي استعداد اي مباراه، الفرق فيها انه جت بعد التوقف، ولكن ان شاء الله بحول الله احنا متفائلين كثير ان شاء الله في اللعيبه في الجهاز الفني وبحضور جماهيرنا بحول الله نظفر بالنقاط بحول الله. فتره التوقف كانت مفيده لنادي التعاون؟ والله دائما نشوف فتره التوقف زي ما قلت لك تكون سلاح ذو حدين، كيف تستفيد منها هذا الاهم. انا باعتقادي انه بظل الخسارتين اللي واجهنا نادي التعاون اعتقد انها كانت مفيده حتى يفهمون اللعيبه المدرب وايضا يتجانسون مع بعض، بخصوص انه دخول 9 لعيبه تقريبا او 10 لعيبه جدد، ولكن ان شاء الله تظهر نتائجها في المباراه القادمه بحول الله. كيف هيئه اللاعبين لمباراه الديربي بخصوص انها تختلف عن بقيه المباريات؟ والله بالنسبه لنا اشوف احنا عندنا كل مباراه 3 نقاط بغض النظر، صح الديربي ديربي ولكن مهما كان هو 3 نقاط لتجاوز اكثر كذا ممكن عند الجماهير تختلف، ولكن اتكلم عن منظور اداري ولاعبين اعتقد انها هي 3 نقاط من الجوله الثالثه في الدوري ان شاء الله كاي مباراه اهميتها مع اي فريق اخر، وان شاء الله بحول الله انا اقول استعداد نفسي جيد، استعداد بدني جيد، ان شاء الله بحول الله ينعكس هذا بالملعب بحول الله. اكيد مباراه الديربي لها طابع خاص، لها اعداد خاص فيها، الحمد لله رب العالمين نحن جاهزين باتم جاهزين لهي المباراه، اكيد بهمنا كثير فرح جمهورنا، رجع جمهورنا اللي معتاد على النتائج الايجابيه، وان شاء الله راح نقدم كل شيء عنا، نتمنى من جمهورنا يساندنا بهي المباراه لانه مباراه مهمه لنا لنادي التعاون ولجمهور التعاون وللجميع ان شاء الله. اكيد عندنا ثقه بانفسنا، عندنا ثقه بجمهورنا، عندنا ثقه بجميع الاشخاص الموجودين في نادي التعاون، وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه باذن الله تعالى. فتره التوقف بتكون مفيده وايجابيه من جميع النواحي، الانسجام اكيد زاد الحمد لله رب العالمين، الامور كلها ماشي بشكل ممتاز، وان شاء الله اكيد هذا الشيء راح ينعكس داخل الملعب مباراه الرائد ان شاء الله. And to play a good game and hopefully with good result. طبعا بقول لك احنا يمكن ما غيرناش حاجه، احنا بقول لك جهزنا نفسنا كان احنا نلعب مباراه عاديه زي اي مباراه، وان ان شاء الله هتكون، وعارف طبعا المدرب انها مباراه ذات طبيعه خاصه، ولكن ان شاء الله بقول لك احنا في امانينا ان احنا ان شاء الله ناخذها بنتيجه طيبه. احنا حللنا الدورتين او المباراتين الاولين اللي احنا لعبناهم في الدوري، بقول لك وصلنا منها الى بعض القرارات وبعض الامور اللي هو المدرب ان شاء الله المفروض هيطبقها في المستقبل بتاعنا او في القريب العاجل. بيقول ان يعني بالنسبه للمباراه دي بيقول لك هو كان اعداداتنا العاديه كانت اعدادات طبيعيه جدا كزيها زي اي مباراه في المنافسه او في الدوري، ولكن بيقول لك في المباراه دي بالذات لان المدرب متوقع ان يكون في اعداد كبيره من جماهير نادي التعاون بتساند الفريق في الملعب، بيقول فعشان كده كان في اعداد نفسي مهم ان احنا كنا بنوفره للاعبين. شكرا لك محمد العنزي على هذا التقرير المميز، مراسل نشط ولديه بإذن الله ينتظر مستقبل كبير. فيه ملاحظة لكل التصاريح اللي كانت في مباراة أو قبل مباراة التعاون والرائد، نتكلم عن الأغلب مش الكل، محمد شريفي، سياف البيشي، صالح الشهري، نصيف البياوي، ومحمد القاسم رئيس التعاون ومدرب التعاون، الكل نفس التصريح 3 نقاط، هي مباراة 3 نقاط، الكل اتفقوا على هذا التصريح. هو بكل تأكيد يعني أمر نفسي أن تسهل المباراة بهذه الطريقة، لكن الجماهير ليست بالنسبة لهم ليست مباراة 3 نقاط.
دائما ما يتحدث اللاعبين والإداريين بأن إعلاميا بأنها هي مباراة لا تتجاوز يعني لا تتجاوز الثلاث نقاط وهي مباراة كما هي أي مباراة في الدوري، لكن حديث أيضا مدرب التعاون بأن لها طابع خاص خاصة مع الحضور الجماهيري. إذا كانت مباراة جماهيرية يحتاج اللاعبين إلى تهيئة نفسية خلاف التهيئة الفنية. الباطن وراح اليوم يلاقي الخليج، والباطن اللي يعني أكثر فريق معذور هذا الموسم إذا ما قدم شيء، لكن يعني ما شاء الله هو بدايته كانت إيجابية، يعني خسارة من الهلال لكن ليست بتلك الخسارة الكبيرة، قدم فيها مستوى جيد وانتصار على الشباب، وهذا هو طبعا يعني 18 يوم كانت فترة إعداده، الآن في فترة التوقف عاد تهيئة الفريق من جديد، وربما نشاهده أيضا بشكل أفضل وايد. بالتأكيد يعني الباطن يعني كان يريد الوقت فقط حتى يستعد. تعرف أنه ما جاء قرار الاتحاد السعودي والأمر بأن يصعد الباطن إلى دوري المحترفين إلا قبل بداية الدوري يمكن بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع. الباطن يحتاج إلى وقت فقط. خسر كما ذكرت من الهلال بنتيجة الهدفين، فاز على فريق كبير فريق الشباب بهدف في حفر الباطن. الآن يلاعب الخليج اللي بدأت مباراتهم مع الخليج. الخليج يمكن التكافؤ ما بين الفريقين تميل للباطن أكثر، لكن على عطفا على المستوى الخليج الذي قدمه في الجولتين الماضيتين هي خسارة، بالتأكيد خسارتين متتاليتين للخليج بخلالها يعني جلبوا مدرب آخر اللي هو جلال القادري، عادوا مرة أخرى جلال القادري. الباطن كما ذكرت الثلاث نقاط يمتلك في رصيده، يعني أبرز لاعبين مزيد فريح وفيصل عيادة وساهم مطلق، هذول اللاعبين مؤثرين كثيرا خصوصا فيصل عيادة في خط الوسط، دائما ما نشاهده الدينامو الفريق الباطن. هذا اللاعب متى ما الفريق الخصم يعني عرف كيف يعني يحاول أن يتعدى من خلال منطقة الوسط سيرتاح كثيرا كثيرا. فيصل عيادة بالتأكيد هو لاعب يمكن مميز في نادي الباطن بجانب زملائه. يعني فريق الخليج كان عندهم جلال قادر ويقدم مستويات جيدة، ويعني كان له يعني بصمة في الموسم الماضي، راح غير المدرب وأحضر مدرب آخر بعد جولتين يعيد جلال القادري. السيناريو هذا وائل كيف تقرأ؟ والله شوف أنا لو كنت يعني يمكن مكان الرئيس يمكن أقول أني حاولت أغير من الفريق، أغير من طريقة اللعب، يعني أغير أشوف المدرب الجديد إيش يحتاج. خلاص أنا الآن يعني فريق الخليج فريق كبير، هو بالتأكيد يعني يحاول الوصول إلى منافسة الدوري، لكن هو بالتأكيد مجرد بقائه في دوري المحترفين هو الشيء الإيجابي لرئيس نادي الخليج وأيضا اللاعبين. فحاول أنا أشوف أنه ممكن نفوز الرئيس أستاذ فوزي الباشا، حاول أنه يغير من طريقة اللعب، يغير من اللاعبين الجانب، يعني شيء جديد على اللاعبين، مدرب جديد، لكن يمكن ما توفق المدرب الجديد في خلال الجولتين. زي ما ذكرت انت قبل قليل انه شاف الاستعدادات المبكره ما عجبت رئيس النادي، قال خلني ارجع جيل القادري ازين من اني اغامر كثيرا. في النهايه هي يعني نهاية قناعات، قناعات وكذلك عمل ادارات، كل اداره ترى المناسب لفريقها. لكن وائل ايش تتوقع المباراه؟ خليج الباطن والله اتوقع للامانه الباطن افضل فنيا من الخليج، انا اتوقع الباطن. تبي توقعي له ما يحتاج؟ اكيد كذلك اتوقع الباطن. الاتفاق والهلال صعب التوقع للامانه. الهلال فريق مرشح وايضا الاتفاق فريق كبير. الهلال فريق مرشح والاتفاق فريق كبير لكن قد ينافس ايضا. طيب على ارضيه الملعب نتكلم الحين. على ارضيه الملعب صعبة كذلك. طيب على الحضور الجماهيري ترى انا اشوفها تعتبر كلاسيكو. الارض والجمهور الارض والجمهور بعد الاتفاق لعب امام جماهير كبيرة فما تفرق مع الجمهور، فانا اشوف انه صعبة هلال الاتفاق، يعني يمكن 1% زيادة للهلال. باقي المباراة الأخيرة ديربي القصيم
دائما الدربيات صعب فيها التوقع حتى اللاعبين وحتى الجمهور. لا بس وائل وائل بقول لك شيء وائل انت والله شوف اكيد لديك توقع يعني لا لا والله صعب الرائل والتعاون. انا اقول لك ممكن على حسب نتائج الجولتين الماضيه اقول لك الرائد هذا ورقيا اي ورقيا لكن التعاون ممكن يقدم مباراه كبيره يمكن يفوز بنتيجه كبيره بعد على الرائد. انا الحين انت ما اعطيت نتيجه الى الان. انا اقول لك انا بنتيجه الرائد والتعاون. الرائد ولا التعاون؟ الرائد والتعاون كلهم ان شاء الله نشوف مباراة حلوة. انت طيب عطني اياها الان. هي مباراة الرائد والتعاون يعني اتوقعها الريداويه. الريداويه اتوقع الريداويه. لا اتمنى لا اتمنى بكل تاكيد ما نتمنى كلنا ما نتمنى وكل فريقين باذن الله فايزين. صح انه ما في بالطريقه هذه لكن نتمنى بكل فريقين التوفيق اي مباراه. لكن نتكلم عن توقع توقعنا اتوقعها للرائد نظرا لانه الاجهز فنيا من خلال اقل شيء جولتين. بيزعلون عليك اصدقائك التعاونيين؟ لا لا ما فيها زعل هذه ما فيها زعل. هو توقع صار يعني نقول نبارك لهم نبارك للرداوية. ما صار نبارك للتعاوني. وفي حال التعادل بيكون الموضوع جدا ايضا ايجابي. طبعا الحديث اللي كنا نتحدث فيه عن مباراة الخليج والباطن هناك نقطة مهمة يجب أن نركز عليها في الفترة القادمة من مباريات الباطن على أرضه. الباطن قبل كل أو في أي جولة بكل تأكيد على أرضه هناك نسبة أكبر له، خاصة أن كنا نتحدث بأنه يتدرب على نفس الملعب اللي تقام عليه مبارياته ولها خاصية أرضية مختلفة من ناحية العشب الصناعي أو الإنجيلة. لديه طريقته وكذلك اللاعبين اعتادوا على هذا الموضوع. فالملاحظ أو المتوقع بأن مباريات الفرق ككل ستكون جدا صعبة عليهم في أرض الباطن، خلاف أيضا إذا كنا يعني إضافة على ذلك إذا كنا نتحدث بأن فريق الباطن فريق جدا منظم على أرضية الملعب واللاعبين دائما ما يلعبون مباراة كأنها مباراة نهائية. لذلك من المتوقع أن نشاهد الباطن يقدم مستويات كبيرة. هذا ما كان كل ما لدينا أنا وزميلي وائل في حلقة قبل المواجهة، تحدثنا فيها عن ثلاث مواجهات اليوم: الهلال والاتفاق والرائد والتعاون والخليج والباطن. نتمنى لكل الفرق التوفيق بإذن الله. غدا في نفس الموعد سنكون معكم أنا وائل. يعطيك العافية راشد القعود. إن شاء الله كنا خفيفين الظل من خلال هذه الساعة اللي قدمناها أنا وزميلي راشد في برنامج قبل المواجهة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وإن شاء الله نلتقي في حلقة الغد بإذن الله في نفس التوقيت. لا تنسون جنودنا البواسل من دعائكم، فهم بعد لهم الفضل بعد الله في حماية هذا الوطن المعطى. شكرا جنود البواسل وشكرا لكم. شكرا راشد. شكرا لك.